تقدموا إلي. املأوا 4 جرات ماء وصبوا على الذبيحة وعلى الحطب. أيها الرب، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ليعلم اليوم أنك أنت الله في هذه الأرض، وأني أنا عبدك، وبأمرك فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله. أمسكوا أنبياء البعل، لا تدعوا أحدا منهم يفلت، وخذوهم إلى نهر قشون ليذبحوا هناك. اذهب وانظر نحو البحر. لا شيء يا سيدي. اذهب وانظر. لا شيء يا سيدي. اعرف يا بني، اذهب وانظر جيدا. سيدي، هذه هي المرة السابعة. أعرف يا ولدي، أعرف. اذهب وانظر جيدا، اذهب. سيدي، هناك غيمة صاعدة من البحر بحجم كف إنسان. اصعد واخبر أخاب وقل له جهز عربتك وانزل قبل أن يمنعك المطر. هيا. أخبرني يا زوجي الحبيب، ماذا حدث حتى أمطرت السماء بهذا الشكل؟ حمدا للبال على هذه النعمة. لا تتسرعي في الاستنتاج، الأمر ليس كما تظنين. لا تعجبني نبرة صوتك كارثة. لقد وقعت كارثة. تكلم، انطق. ماذا حدث؟ لقد قتل كل أنبياء البحر، ماتوا جميعا. كيف جرى هذا؟ كيف؟ قد ربح إيليا تحدي بينه وبين أنبياء البحر. استجاب إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب
نزلت نار من السماء أكلت تقدمة إيليا أمام الجميع. وبالمقابل لم يفعل البال. لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟ شيئا. لم يفعل البال شيئا. ولماذا؟ لماذا قتل أنبيائي؟ لماذا؟ كان إيليا أمر بإلقاء القبض عليهم جميعا وذبحهم. أنت أيها الملك، أين كنت؟ لماذا لم توقف هذه المجزرة الرهيبة؟ لماذا؟ أنا؟ الشعب كله كان يصيح ويهتف الله هو الرب، الله هو الرب. إيليا، إيليا، إيليا يعني الله هو الرب. الشعب كلهم صار في صف إيليا ونفذوا أمره. ماذا كان بإمكاني أن أفعل؟ حتى البعل لم يفعل شيئا. لتعاقبني الآلهة أشد عقاب وتزد. إن لم أقتلك في مثل هذا اليوم غدا، هيا هيا اذهب وبلغه بهذا. هيا، ماذا تنتظر؟ هيا هيا. سأتركك هنا. يمكنني أن أذهب معك؟ لا لا، سأنتظرك هنا. ربما قد يطول غيابي. الله سيحفظك. مع السلامة. أنت تعلم أنني يجب أن أسمع صوت الله، فهو الذي يهديني. يا رب خذ نفسي، أنا لست أحسن من آبائي. قم وكل، لأن أمامك مسافة طويلة للسفر. ما بك تنظر مغتمًا إلى هذا البستان؟
أريد أن أضمه إلى حدائقنا، لكن النابوث يرفض بيعه لي بحجة أنه ميراث من أبائه. لعله طامع بالربح، أعطيه ما يريد. لا، ويعتبر المسألة دينية، ويعتبر بيع ميراث أبائه استخفافا بالرب. ماذا تقول؟ نابوث يعبد الرب؟ لا عليك يا عزيزي، أنا أدبر لك الأمر. اذهب كل واشرب وليرتاح قلبك، أنا أعطيك كرم النابوت. كيف؟ لا عليك، أميني فقط بعد الوقت، فقط بعد الوقت. ماذا تفعلين؟ ماذا أفعل؟ أخذ لك بستان العنب. تأخذين لي بستان العنب؟ كيف؟ أدعو شيوخ المدينة إلى اجتماع. وما الهدف من وراء هذا الاجتماع؟ ماذا تظن؟ ضد النابوت. بالتأكيد. ولكنه مواطن صالح. مواطن صالح؟ ولكنه رفض بيعك البستان. صحيح، هو رفض أن يبيع البستان. لقد رتبت كل شيء يا عزيزي. شهد زور ضد نابوت، وحكم من قبل أصدقائنا شيوخ المدينة لرجمه. حلو، تخطيط جيد، أليس كذلك؟ كان النبي إيليا في مغارة في جبل حريب عندما كلمه الرب قائلا: ما لك هاهنا يا إيليا؟ قد غرت غيرة للرب إله الجنود، لأن بني يعقوب قد تركوا عهدك ونقضوا مذابحك وقتلوا أنبياءك بالسيف، وبقيت أنا وحدي وهم يبغون ذبحي. أخرج وقف على الجبل أمام الرب. وإذا بالرب عابر وريح عظيمة وشديدة قد شقت الجبال وكسرت الصخور أمام الرب، ولم يكن الرب في الريح. وبعد الريح زلزلة، ولم يكن الرب في الزلزلة. وبعد الزلزلة نار، ولم يكن الرب في النار. وبعد النار صوت منخفض خفيف: اذهب راجعا في طريقك، وامسح أليش عبن شافات نبيا عوضا عنك. قد أبقيت في إسرائيل 7,000، كل الركب التي لم تجثل البعل وكل فم لم يقبل. دعني أقبل أبي وأمي وأسير وراءك. اذهب، فماذا فعلت لك؟ أبي، أمي، أنا ذاهب وراء النبي إيليا الذي طرح رداءه علي ومسحني نبيا على كل بني يعقوب، وسأخدمه حتى يغادر. اذهب يا بني، ليكون رب معك كل أيام حياتك. اذهب.
تسمع ما قاله الشاهدان؟ سمعت، ولكن حي هو الرب، أنا لم أجدف أبدا. شاهدان اثنان اثنان. أنا بريء، أنا لم أجدف. لا، بل جدفت على الله وعلى الملك. أنت بحسب الشريعة مذنب. أنا بريء، إنهما لا يقولان الحق. أنت تستحق الموت رجما لتجديفك على الله وعلى الملك. لا يا بريء، اكحف خسرت. هل ستصعد إلى بيت البعل غدا للعبادة؟ ما هناك فتيات جديدات؟ بإمكاني جذب بعض بنات الفلاحين لخدمة المعبد. قد أصعد، تسرني رغباتك. ماذا؟ لدي خبر صار، لقد مات النابوت. ماذا؟ هدية لك. كان عنيدا، لم يصغر لي. كنت أعلم أنك ستصر. فلتبقى هنا. بالطبع بالطبع، تعالي، هيا خذها. أتركك لفترة من الزمن. ولماذا يا سيدي؟ صارت إلي كلمة الرب مجددا بخصوص أخاب. وماذا فعل هذه المرة؟ قتل رجلا بريئا واستولى على بستانه، وقد أمرني الرب أن أقول له: قتلت ووريت أيضا. وأمرني كذلك أن أقول له في المكان الذي لحست الكلاب فيه دم نابوت، تلحس الكلاب دمك أنت أيضا. وهل ستكون آمنا؟ من يتكلم كنبي عليه أيضا أن يستعد ليموت كنبي. أنا في يد الرب. سأبقى هنا، وليكن الرب معك. ومعك أيضا يا ولدي. إلى اللقاء إن شاء الرب. إن شاء الرب. كان عليه أن يفكر بعائلته قبل أن يرفض بيع بستانه. يا أخاب الملك، ماذا فعلت؟ أين النابوت؟ أليس هذا بستانه؟ لقد وجدتني يا عدوي. نعم قد وجدتك، لأنك قمت بعمل الشر في عين الرب. نابوت، يقول الرب: أجلب عليك شرا وأبيد نسلك، والكلاب تأكل إيزابيل بإسرائيل. كيف تخاطب الملك هكذا؟ لو سمعت زوجتي كلامك كما سمع هذان الشاهدان لقطعت أوصالك تقطيعا. قد عبدت أصنام الأموريين الذين طردهم الرب من أرض بني يعقوب. لقد أصبحت وضيعا قدرا، ضريحا يسكنه الموت. لقد أخطأت وصنعت شرا بعيني الرب. هيا اغرب عن وجهي. موسيقى
أفقده إلي عقله. أتعلم ما يجري. أخاب، أنت الملك، يجب أن تستعيد مجدك السابق. سأعلن حالة طوارئ تدفع بكهنتي البعلي إلى سعار جنوني. هكذا سيكون ذق الطبول مفيدا لك، وسيرتاح قلبك بشعائر العبادة من رقص وترنح. ما معنى بعد الآن؟ لا شر بعد الآن. أيها الخادم، هل أكل طعامه؟ كلا يا سيدتي، لقد رفض أن يأكل. اترك، سوف يعمل الجوع ما عجزنا نحن عن عمله. إلي علي هي الحقيقة. أمسك مرآة أمام وجهي فرأيت وحشا ينظر إلي. لا أفهم يا سيدي، لقد تكلم إلي ضد الحكم العادل على نابوت. نابوت، 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 نابوت كان بريئا، نابوت كان بريئا، والحكم عليه كان غشا وكذبا وجرما. يجب أن أرجع لأرى أخاب. وماذا صنع أخاب أيضا يا سيدي؟ لأول مرة اتضع أمام الرب، وما دام قد اتضع فعلا فإن الرب لن يجلب عليه الشر الكبير خلال أيام ملكه، ولكن ملكه لن يدوم طويلا. وماذا عن إيزابيل؟ إيزابيل بدون الملك لا تكون ملكة. سنوات ثلاث مضت على اتضاع أخاب أمام الرب، وفي السنة الثالثة قرر أخاب إقامة تحالف مع مملكة يهوذا الداودية لمحاربة آرام بلاد الشام. واستشار أخاب أنبياء البعل الذين طمأنوه مؤكدين له النصر، ولكن نبيا للرب اسمه ميخا وقف وحيدا مخالفا رأي الأنبياء الكذبة المنافقين وقال الحقيقة، معلنا أن أخاب سيلقى حتفه في المعركة. في المكان الذي لحست فيه الكلاب دم نابوت تلحس الكلاب دمك أنت أيضا يا أخاب. ماذا أفعل لك قبل أن أوخذ منك؟
ليكن نصيب اثنين من روحك عليك. صعبت السؤال. هذا ما أرجوه. اسمع يا إليشع، إن رأيتني أوخذ منك يكون لك كذلك، وإلا فلا يكون. أنت تعلم أني سأبقى إلى جانبك حتى اللحظة الأخيرة. وأنا أيضا أريدك إلى جانبي حتى اللحظة الأخيرة. يا أبي، يا أبي، يا أبي، أنا ذا.